وللوقوف على القرار الروسي بالانسحاب من اتفاقية اسطنبول بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية، ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول الكاتب والمحلل السياسي التركي الأستاذ يوسف كاتب أوغلو. أهلا ومرحبا بك أستاذ يوسف. مساء الخير، تحياتي لكم والسادة المشاهدين. حياك الله. بداية، بعد قرار روسيا الانسحاب من اتفاقية اسطنبول لتصدير الحبوب الأوكرانية، صحيفة واشنطن بوست تقول إن مجاعة وشيكة ومستقبل قاتم يواجهان معظم دول العالم. ما أهمية اتفاقية اسطنبول التي نجح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إبرامها مع روسيا وأوكرانيا برعاية أممية؟ طبعا أهمية اتفاق اسطنبول ومبادرة الحب أهمية قصوى بأنها مكنت أن يكون هنالك تعاون رباعي روسي أوكراني تركي بإشراف الأمم المتحدة إلى تجنيب العالم أزمة غذائية عالمية من خلال اتفاق ما يسمى مبادرة اسطنبول، والتي بناء عليه تم تصدير أكثر من 9.5 مليون طن من الحبوب الأوكرانية. ولكن لدي تعليق بسيط وتحليل مهم على ما تفضلتم به. روسيا لم تنسحب من مبادرة تصدير الحبوب، روسيا علقت المشاركة بداية بناء على تفجيرات استهدفت مركز لسفنها العسكرية في جزيرة القرم. ويوجه السفير الروسي رسالة، في السفير الروسي في واشنطن رسالة إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة بضرورة انعقاد مجلس الأمن الاثنين المقبل لمعرفة الملابسات، ووجه التهم إلى بريطانيا. الهجوم الذي هو عبارة عن مسيرات، سواء كانت مسيرات جوية أو مسيرات بحرية. المهم، هناك يا سيدي من يريد أن يخلق لبي الأزمات في هذا الموضوع، وبالتالي نجد أن هنالك الآن حرب إعلامية شعواء لإفشال اتفاق اسطنبول للحبوب، والذي يتصدر هذه الحرب الإعلامية هو الغرب وأمريكا. تجد بريطانيا تحديدا، ومن أيضا أمريكا، وأنتم قلتم قبل قليل فاينانشال تايمز، وقلتم الول ستريت جورنال وواشنطن بوست، والكل يقول أن أزمة عالمية كبرى، وأن روسيا هي الآن ستتسبب في حرمان الفقراء من الغذاء وكذا وكذا. ولكن الحقيقة أنا برأيي، ولست دفاعا عن روسيا، ولكن كمحلل بسيط أقول بأن الذي يخلق الأزمة هي هذه الدول. أمريكا وكندا والغرب الآن يستفيدوا فائدة كبيرة من وجود هكذا أزمة، ارتفعت أسعار الحبوب. ويفهم المشاهد، ماذا يفرق التعليق عن الانسحاب؟ الفرق على التعليق هو أن التعليق هو ليس انسحاب، وإنما هو عبارة عن توقيف مؤقت للتعاون. ودعني أعطيكم معلومة مهمة جدا. قبل قليل تواصل وزير الدفاع التركي هولوسي أكار مع وزير الدفاع الروسي، وطلب وزير الدفاع التركي من نظيره الروسي بضرورة العودة والعمل على تفعيل الاتفاق وعدم التعليق النشاط، أي عدم التوقف لفترة معينة. وتم الترحيب وإعطاء الموافقة من قبل وزير الدفاع الروسي بأن روسيا لن تقف عقبة في الاستمرار. لكن موسكو صرحت، أستاذ يوسف، موسكو صرحت وقالت أنها غير ملزمة بالإجراءات المتخذة على إثر اتفاقية اسطنبول. يعني هنا كيف نعرف مصير السفن الأوكرانية؟ هل هي أصبحت تحت وطأة نيران السفن والصواريخ الروسية أم لا؟ لا لا لا، أنا لا أتوقع أن هذا التصعيد سيستمر. تركيا ضغطت بقوة، ليس ضغطت، تركيا تفاهمت بقوة وتواصلت بكثافة مع الطرف الروسي، وتم التفاهم والتوافق على أنه يجب عدم الوقوع في شراك من خططوا لافتعال أزمة من لا أزمة. هذا ملف إنساني ليس له علاقة بالحرب الروسية الأوكرانية. وأتوقع بأن روسيا الآن، أو ربما غدا سنسمع في الإعلام العالمي، أنها عدلت عن قرارها. التعليق هو التوقف المؤقت، أما الانسحاب هو انسحاب بالمطلق. طيب، وإلغاء هذه المبادرة، وهذا غير وارد حاليا. هناك من يرى تصريحات موسكو الأخيرة بشأن التعليق من المشاركة في اتفاقية اسطنبول هي مناورة سياسية لإدخال صادرات روسيا ضمن هذا الاتفاق،
فهل توافقون على هذا الرأي؟ وهل سيقبل الغرب بهذا التمرير وهو الذي أصدر عقوبات على موسكو؟ يعني الرئيس أردوغان كان واضح المعالم عندما قال روسيا تتصرف بتردد لأنها لم تحصل على الفوائد نفسها من الصادرات لهذه الحبوب. نعلم أن ما تم تصديره 9.5 مليون طن هو من الحبوب الأوكرانية، وروسيا تسعى لأن يكون هنالك أيضا أن تدرج الصادرات الروسية من الحبوب ضمن هذه الاتفاقية، وهذا حقها الطبيعي، وتركيا تدعم هذا التوجه. هل سيتم ذلك؟ ربما الغرب لا يريد ذلك، ربما أوكرانيا لا تريد ذلك، وبالتالي يتم افتعال هذه الأزمات لإعاقة العمل بهذا البروتوكول أو هذه الاتفاقية. أتوقع بأن تركيا كضامن أساسي بين الطرفين الروسي والأوكراني بالاتفاق مع الأمم المتحدة سأيضا تدعم أن يكون هنالك تصدير للحبوب الروسية، خصوصا إذا ما علمنا أن روسيا أعلنت بكل صراحة بأن الدول المستهدفة لتصدير هذه الحبوب هي الدول الفقيرة أو لديها مشاكل أمنية وحروب كأثيوبيا، الصومالية، اليمن والكثير من الدول التي بحاجة وربما تواجه مجاعات. وبالتالي أتوقع بأن لن يكون عائق كبير، وأن الحبوب الروسية ستأخذ طريقها بعد التفاهم، وربما هذا وسيلة ضغط تعليق المشاركة أو الاستمرار في هذه الاتفاقية أيضا ربما لتحقيق مكاسب من قبل روسيا. الرئيس أردوغان اليوم قال أن تركيا ستواصل جهودها في خدمة الإنسانية، كيف سيستطيع الرئيس التركي من تحقيق هذا الأمر في ظل تعنت روسيا في بعض القرارات؟ يعني العلاقات الطيبة والإيجابية والجيدة بين تركيا وروسيا وبين الرئيس أردوغان والرئيس بوتين تحديدا سيكون لها تأثير إيجابي في رأيي على تغيير الموقف الروسي، وكما أسلفت قبل قليل هنالك نتائج إيجابية من خلال تواصل وزير الدفاع التركي مع نظيره الروسي، وأن هنالك موافقة مبدئية لعودة روسيا إلى المبادرة مرة أخرى. أيضا نرى بأن الرئيس أردوغان اليوم أعلن بشكل واضح بأن تركيا مستمرة في مبادرة الحبوب واتفاق إسطنبول، وأن المركز الموجود في إسطنبول سيجري مستمر في عمله، وأن المسؤولين الروس ما زالوا موجودين به، وبالتالي لا أتوقع أنه سيطرأ أي تعديل على نشاط هذه الاتفاقية. ربما هي فقط توقيف مؤقت أو ربما تعليق مؤقت لهذا النشاط لجذب الأنظار لما تريده روسيا من تعرض لهجوم، وربما أيضا لفرض شروط أو طلب ضمانات لتصدير حبوبها أيضا كما يتم التعامل مع الحبوب الأوكرانية. ولكن أتوقع أن التعاون سيستمر ولن تكون هنالك تصاعد لأزمات كبيرة. الكاتب والمحلل السياسي التركي الأستاذ يوسف كاتب أوغلو، كنت معنا عبر سكايب من إسطنبول، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا في بانوراما رافدين.